إذاعة القوات المسلحة العراقية ومشاهدينا على البث المباشر الفيسبوك وحلقة جديدة من برنامج المشتركة والناس الذي يأتيكم كل يوم أربعاء الساعة 2 بعد الظهر من إعدادي وتقديمي أنا المقدم رامي الشمري. سمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية وبرنامجكم برنامج المشتركة والناس. هذا البرنامج أكيد راح يكون ويانا طيلة فترة ساعة المخرج علي وتوت، وأيضا يمكنكم الاتصال والمشاركة على أرقام هواتفنا 176 آسيا وزين وأثير. مثل ما تعرفون احنا برنامجنا يتناول مواضيع اجتماعية عامة وقضايا أيضا اجتماعية ومواضيع متداولة في مجتمعنا العراقي خاصة. موضوع حلقتنا اليوم هو دور المرأة في الإعلام العراقي ودخولها بشكل سلبي أم إيجابي لهذه المجال. طبعا بعض النساء العاملات في مجال الإعلام وليس جميعهم، لأن مثل ما تعرفون الإعلام العراقي يتميز بوجود عدد كبير من الإعلاميات المثقفات الحاصلات على شهادات في من قبل مختصين ومن قبل معاهد وجامعات يعني رصينة ومعترف بها، وأيضا يعني من ضمن اختصاصهم هو اختصاص الإعلام الذي أتقنوه بشكل جيد طيلة هذه الفترة وخصوصا فترة حربنا على الإرهاب. للمشاركة في البرنامج وموضوع حلقتنا يمكنكم الاتصال على هواتفنا 176 آسيا وزين وأثير، وأيضا نستقبل تعليقاتكم على البث المباشر على الفيسبوك. المسلحة وبرنامجكم برنامج مشترك والناس ويانا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو شلون صحة سيدي مقدم غامض؟ أهلا وسهلا أهلا بيك. أسمع صوتك يا طيب. الله يسلمك الله يحفظك. منو وياي؟ أنا أخوك سنان الشمري، نائب ضابط سنان الشمري. يا أهلا وسهلا بسنان، شلون أمورك؟ يا طيب سيدي شخبارك؟ مرتاح إن شاء الله. والله ندعي لك بالخير وبرنامجك ما شاء الله دعيلاقي إعجابات كلش كثيرة. الله يسلمك الله يحفظك. هذا أكيد أكيد من ذوقك. هذا أنا أطلعك وندعي لك بالتوفق لك وبحكم عملك أنت أيضا كإعلامي وعملت بالإعلام واشتغلت أكيد لك دور مميز في هذا المجال. رحم الله والديك سيدي، شهادة شهادة تزديها نهاية، وادعي لك طبعا لك والجميع الكادر اللي وياك والجميع من تسبيه ضباط قيادة العمليات المشتركة والعاملين بإذاعة الإعلام وبمجال الإعلام. أيضا تحياتهم لك جميع كادر إذاعة القوات المسلحة العراقية. رحم الله والديك سيدي. وحبيت الموضوع نقاش إن شاء الله دور المرأة الدور الإعلام. نعم. الوضع اللي هسه احنا فيه المرأة طبعا هي لها هواي أدوار. نعم. بمجال الإعلام بمجال التربية بهواي مجالات لها. نعم. فلها أدوار كلش كبيرة كلش كبيرة بمجال حياتنا اليومية. نعم. ولا يقتصر ذلك على عمل الإعلام هماتنا أيضا سيد. نعم. أي والله سيدي. وحبينا قلت لك حبينا نسلم عليك ونعرف أخبارك إن شاء الله. الله يسلمك. ممنون ممنون من على اتصالك سنان. شكرا لمشاركتك. شكرا شكرا سيدي محرس الله سيدي. طبعا مستمعينا اكيد تعليقاتكم كلها احنا نشاهدها ونستمع لها قبل البرنامج، يعني منذ ليله امس من نوهنا على البرنامج اكو تعليقات سلبيه وتعليقات ايجابيه، لكن احنا ما نبخس حق المراه ودورها. اكيد المراه كان لها دور مميز في الاعلام العراقي وكل المجالات لكن بالاخص المجال الاعلام، وعندنا ابسط مثال الشهيده اطوار بهجت، يعني لحد الآن مضى كم سنة على استشهادها ولحد الآن تذكر إنجازاتها ووقوفها وتمثيلها الإعلام بشكل جيد. وحاليا احنا راح نتصل بالسيدة والدكتورة نبراس المعموري رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات لتحدثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم ست نبراس. عليكم السلام يا أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. أهلا بك أهلا. دكتورة للمرأة الإعلامية دور مميز وبارز مثل ما أسلفنا في بداية برنامجنا، لكن هناك بعض التحفظات على بعض النساء العاملات حتى لا نعمم على الكل،
دخولهم بشكل سلبي للإعلام من خلال عدم امتلاك ثقافة أو امتلاك شهادة ودي ظهرا بالإعلام. ومثل مدى تشاهدين حضرتك أكيد شاهدة مقاطع كثيرة يعني تغلط بآية قرآنية، تغلط بناس، تغلط بفد موضوع معين، فشنو رأي جنابك بهذا الموضوع؟ شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية لكل متابعي ومستمعي الإذاعة. أو حقيقة الموضوع جدا مهم. نعم. لكن ردا على سؤالك، أول شيء المؤسسات الإعلامية، نحن أمام كم هائل من المؤسسات الإعلامية تم إنشائها بعد 2003. نعم. حالة إيجابية ضمن التحول الديمقراطي ومع مفهوم التعددية وحرية التعبير والإعلام شيء جيد، لكن مع هذا التوسع وهذه التعددية ندرة في النوعية. يعني أنت عندك نوع، النوع هنا صار عليه جدل كثير من حيث الإدارة، من حيث الموارد البشرية، حتى من حيث الإنتاج. نعم. وإن كان هناك نوع فغالبا ما يكون أما متحزب أو بجنب تجاري. أنت تعرف كثير من الأحزاب أنشئت منصاتها ومؤسساتها الإعلامية، إضافة إلى رؤوس الأموال اللي غذت كثير من المؤسسات الإعلامية بجوانب تجارية وبجوانب أيضا أيديولوجية أو اتجاهات معينة. لذلك اليوم اللي يدير المشهد الإعلامي معي أنا اليوم سؤالي، هل إدارة المؤسسات الإعلامية لدينا اليوم امرأة تدير مؤسسة إعلامية؟ من يدير المؤسسة الإعلامية هو الرجل، وغالبا ما يكون هذا الرجل له حظوة وله نفوذ وله علاقات مع جهة حزبية أو جهات نافذة بجوانب اقتصادية وسياسية معينة. لذلك من يجلب الطارئات للمؤسسات الإعلامية حتى تخطأ بآية قرآنية أو تخطأ بإدارة برنامج معين؟ وهذا الموضوع مو فقط يقتصر على الإعلامية، حتى الإعلامية، لأن اليوم الكفاءة والمهنية غيبت بإدارة المؤسسات الإعلامية، والسبب في ذلك لأن الحظوة في الإدارة لمجموعة من الرجال يمتلكون علاقات ونفوذ تجاري واقتصادي وسياسي وحزبي معين. لذلك العتب أولا على إدارة تلك المؤسسات الإعلامية الذين جلبوا الطارئين والطارئات ليظهروا كمقدمي ومقدمات برامج في بعض المؤسسات الإعلامية. هذه نقطة. النقطة الثانية، إيش قد من مؤسساتنا اليوم امتهنت لقضية بناء القدرات والتدريب والتأهيل والتطوير قبل الظهور على الشاشة؟ هل خضعت هذه الشريحة لهذه المعايير؟ أم تم التعيين بناء على الشكل وجلب التعليقات، أو هي فاشينيستا لديها متابعين وتعليقات وكذا حتى تصعد من شأن القناة؟ دكتور احنا نريد نعرف من عندكم، وأيضا المستمعين يريدون يعرفون. احنا أغلب التعليقات اللي جتنا من المستمعين أو على منصاتنا على مواقع التواصل يقولون اليوم الإعلامية تجي على الشكل، لا يدور شهادة ولا يدور ثقافة. من يجيبها؟ زين من يجيبها؟ صاحب أكيد المعنيين اللي بالمؤسسة الإعلامية. رحم الله أمك وأبوك. إذن الخلل بالإعلامية نفسها، من تدعي إعلامية بمن جلب الإعلامية. أكيد بالمنج. زين دكتورة، هاي شنو دوركم أنتم بهذا الموضوع؟ وهذا الموضوع بتزايد، يعني إحنا بتزايد هذا الموضوع نشوفه. نعم. أول سؤال يطرح، وين الجهات الرقابية المسؤولة عن هذه القضية؟ هو هذا السؤال. الإعلام والاتصالات وكذلك لجنة الثقافة والإعلام النيابية. وبالمناسبة وحتى ننصف الحقيقة والمستمعين بيسمعوني، إنه هذا الموضوع ما انسحب فقط على المرأة الإعلامية. اليوم جد عندنا من الرجال الإعلاميين دي يسفهون المادة الإعلامية ودي يقدمون محتوى هابط. أكيد طبعا، وهذا واضح. يعني أنت بتشوف السوشيال ميديا وشوف الحظوة علما لهذه البرامج اللي هي مستواها سيء وما تمثل بمجتمعنا، وبالعكس بتبني جيل سيء وسلبي وغير قادر حتى على الحوار الإيجابي البناء. لذلك احنا عندنا مشكلة تتعلق بإدارة المؤسسات الإعلامية، والسبب في ذلك ان هذه المؤسسات ارتهنت للعلاقات الشخصية والفئوية والحزبية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، انت الإعلام بعد 2003 رسميا ارتهن ضمن ركيزتين، شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات، طبعا بعد ما حلت وزارة الإعلام. نعم. صح ولا لا؟ نعم. إذا اليوم منو مسؤول عن هذا المحتوى بإطار الرسمي؟ دكتورة، ونقابة الصحفيين العراقيين ما لها دور؟ والله يا
عزيزي نقابة الصحفيين إذا هي باليوم العالمي لحرية الصحافة اللي هي عادة هذا يوم مهم جدا حتى نقيس مستوى حرية التعبير نشوف وين الإيجابيات والسلبيات. نقابة الصحفيين ما كلفت نفسها تصدر تقرير رصد وتوثيق وتقييم ومراجعة، راح سويت لها احتفال، هو هذا دور نقابة الصحفيين؟ طيب بس سؤال أيضا، اليوم نقيب الصحفيين هو مو عضو هيئة الإعلام والاتصالات؟ وهل يجوز لنقيب الصحفيين؟ طبعا لينة النقابة شوف هو دور رقابي ومتابعة شؤون هاي الشريحة، إذا هو اليوم يمثل مؤسسة إعلامية رسمية مثل هيئة الإعلام والاتصالات يقدر يقوم بمهامه في الرصد والمتابعة، واليوم احنا عندنا كثير من المخالفات مسجلة على هيئة الإعلام والاتصالات، تتوقع من نقيب الصحفيين راح يصدر بيان أو يكتب مذكرة بهذا الصدد؟ لا طبعا، لأنه هو جزء من الهيئة، هو جزء من الهيئة، والمصيبة الأكبر أنه هو يقود نقابة الصحفيين. احنا اليوم دورنا كمجتمع مدني كل الثقل علينا، والمشكلة الأكبر بالمجتمع المدني، وأنا مسؤولة عن كلامي، كثير من المنظمات سيست وحذبت. ليش؟ نعم. يعني في اليوم أي دورة برلمانية بعد ما يتخلص الدورة البرلمانية أغلب البرلمانيين يروحون يأسسون منظمات مجتمع مدني. طيب وين الاستقلالية بالموضوع؟ هل ممكن لعضو مجلس نواب أو شخصية نافذة بحزب يروح يأسس منظمة؟ هل ممكن يكون هذا حكومة ظل أو جهة رقابية وتقيم متابع؟ يعني اليوم المنظمات إذا تشتغل ظل مراقبة والمتابعة اللي إحنا واحدة من عندهم قلائل جدا، والدليل على ذلك روح شوف اليوم العالمي لحرية الصحافة، من أصدر تقرير شخص واقع حرية الإعلام والتعبير؟ وبالمناسبة واحدة من النقاط اللي صدرناها في تقريرنا منتدى الإعلاميات العراقية هو وجود الطارئين والطارئات، ذكرناه هذا الموضوع. نعم، أنا شفت هذا الموضوع، الطارئين والطارئات تناولوه فقط منتدى الإعلاميات العراقيات، وعلى هذا الأساس إحنا يعني ارتئينا أنه نستضيف حضرتك. نعم، مسؤولية مهنية عن هذا الموضوع، مسؤولية مهنية، وإحنا مهمتنا المفروض نبني مجتمع، السلطة الرابعة سلطة جدا مهمة مكملة لمسار بناء الدولة، وبالتالي اليوم الإعلام للأسف الشديد في العراق مشتت، لا يملك هوية، إضافة لذلك أنه هو أساس لغاية الآن لم يرتقي لموقع المؤسسات الحقيقية مقارنة بالجوار أو العالم. احنا حقيقة دكتورة يؤسفنا، يعني احنا من خلال عملنا في الوسط الإعلامي يؤسفنا انه بعض التعليقات وردود الناس على بعض اللي يعني يدعون انه إعلاميات، هي مثل ما طرقتي حضرتك هي موديل، انا اشكرك لو عرضة ازياء تجي تقول انا إعلامية ولا هي لا شهادة لا ثقافة، وراح تسيئل هذا الكم الهائل من الإعلاميات اللي اظهر الدور البارز من خلال هاي الفترة اللي مضت. حاليا كلامنا هو نوع من تصحيح المسار، وهي رسالة لكل مستمعي الإذاعة، رجاء أنا أتفق معكم أن الطارئين والطارئات أثروا، رجاء أن لا نخص فقط القضية بالمرأة، لأن عندنا كثير من الرجال أساءوا للإعلام وهم طارئين. هذه نقطة. النقطة الثانية بالتعليقات، أتمنى من كل أخوتي وأخواتي ولدي وأبنائي وبناتي اللي يستمعون حاليا أن ينصفوا الحقيقة وأن يعاتبوا رؤساء المؤسسات الإعلامية اللي جلبوا الطارئين والطارئات. تحياتي لكم. شكرا لك دكتورة، شكرا على مداخلتك. شكرا شكرا دكتورة، شكرا. نوع على أرقام هواتفنا اللي هي 176 آسيا وزين وكورك، اللي يحب يشارك في موضوع حلقتنا هو دخول الطارئين والطارئات إلى المجال الإعلامي وتأثيرهم بشكل سلبي أو إيجابي. طبعا رغم الظروف الأمنية المضت وحتى الاقتصادية، أثبتت المرأة العراقية في كافة المجالات وخاصة في قطاع الإعلام جدارتها من خلال التقديم الإذاعي والتلفزيوني أيضا، وسعيها لتقديم الأفضل. ولا أيضا ما ننسى الدور المميز أثناء تغطيتهم معارك حربنا ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار.
كان لهم دور بارز وكانوا يعني ينقلون الصورة الحقيقية لقتال أبطال قواتنا المسلحة العراقية، ويبرزونها من خلال وسائلهم، الوسائل الإعلام التلفاز أو الوكالات الإعلامية، أو أيضا صورهم عن طريق المجلات والصحف. لكن دخول بعض الطارئين والطارئات إلى هذا الوسط الإعلامي كان له دور سلبي على إعلامنا العراقي. احنا هذا الموضوع مثل ما يعني تطرقت له الدكتورة نبراس المعموري رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات، هذا الموضوع المفروض يخضع إلى يعني معايير تقديم التعيين والتقديم تخضع لضوابط حقيقية ومهنية عادلة من خلال شروط واختبارات ومقابلات. بس اللي دا نشوفه مع الأسف البعض، أؤكد البعض، مدراء الوسائل الإعلامية يعتمدون على الشكل والوجه الإعلامي أو الوجه التلفزيوني وعدد المتابعين على مواقع التواصل الإعلامي. هذا شرط من شروط قبولهم في مهنة الإعلام، تقديم البرامج الإذاعية أو التلفزيونية. يعني هواية مواضيع تخص الإعلام ودخول الطارئين والطارئات، يعني تحدثنا به في فترات سابقة، وأيضا الداولو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا أيضا نريد نسمع آراءكم ويعني من خلال رؤيتكم لهذه الوسائل الإعلامية، رؤيتكم ونظرتكم على بعض على هؤلاء الطارئين أو الطارئات. دور المرأة مميز في كافة المجالات، في الدراما، في التلفزيون، في الإذاعة، في الصحف، وحتى في الوكالات الإعلامية. هذا الدور المميز يجب أن لا يكون، لا يطغى عليه هذا الدور السلبي، وإن شاء الله ما راح يطغى عليه. مثل ما نوهنا عن الموضوع هذا، نستقبل أكيد مشاركاتكم واتصالاتكم على 176 آسيا وزين وأثير، وأيضا تعليقاتكم على موضوع حلقتنا في البث المباشر. نروح فاصل ونرجع لكم. مسلحة العراقية ومشاهدينا على البث المباشر على الفيسبوك، ردت أنوه على فد شغلة مهمة. قصدت أني بالتعليقات السلبية ليست تعليقات على موضوع حلقتنا في التعليقات في الفيسبوك، أقصد على التعليقات السلبية في كل مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يعممون الظواهر السلبية على الإعلام عامة. يعني من يحكي على الإعلام كله، يقول الإعلام العراقي مثلا فاشل، أو يقول الإعلام العراقي يعني الإعلام العراقي يعني ما بي مثقفين، ما بي كفاءات، ما بي كذا كذا. هاي أقصد بها التعليقات. احنا من عمم السلبيات اللي موجودة من خلال دخول الطارئين والطارئات على الإعلام على كل فئات الإعلام. بالعكس، احنا عندنا مقدمات ومقدمين برامج حصلوا على شهادات من مهرجانات عالمية ومهرجانات عربية، وأيضا تم تكريمهم لأكثر من مرة من وزراء ومن رؤساء وزراء. يعني كان لهم دور مميز مثل ما أسلفت قبل قليل في كل مجالات الحياة في المجتمع العراقي، وكل الظروف اللي عشناها من خلال الفترة السابقة، إذا كانت معارك تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية، أو الظروف الأمنية، أو الظروف الاقتصادية. هذا الدور للإعلاميات والإعلاميين أبد من نكره ولا ننساه، ومريد هذا المواضيع السلبية اللي ظهرت في بعض وسائل الإعلام تطغى على هذا الموضوع. فكنت أقصد التعليقات السلبية أنه لن عمم، لن نحكي على كل الإعلام. احنا يعني ما ننكر أكو طارئين وطارئات، ومثل ما نوهت الدكتورة نبراس المعموري قبل قليل، هذا الموضوع مرفوض، والمفروض تتدخل الجهات الرقابية لتضع معايير وضوابط للتقديم والقبول في الوسائل الإعلام المختلفة.
راح نحاول نتواصل ويا عدد من الإعلاميات العراقيات الموجودات في الساحة العراقية، ناخذ آراءهم بهذا الموضوع. ساعة القوات المسلحة العراقية وبرنامجكم برنامج المشتركة والناس، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم دخول الطارئين والطارئات على الإعلام العراقي وتأثيرهم بشكل سلبي على هذه المهنة. ويانا الإعلامية منة الله ظاهر، مراسلة قناة الشرق الإخبارية في العراق. السلام عليكم ست منى، شلونك؟ تحياتي عزيزي سيادة المقدم رامي، يعني أشكرك على هذه المقدمة الجميلة التي تخدم الإعلام من خلال إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة العراقية، يعني التفاتة جميلة لربما توعي الداخلين والجدد إلى يعني الوسط الإعلامي الذي بدأ يعني يتعرض إلى انحدارات بسبب الطارئين والطارئات كما تفضلت في المقدمة. من احنا يعني لا يخفى علينا الانجازات اللي تحققيها من خلال وجودك باكثر من مكان، من معارك من معاركنا ضد عصابات داعش الارهابيه وتحرير المدن، كنت متواجده ولحد الان في المؤتمرات والقمم وغيرها الى اخره. هاي الانجازات اللي تحققيها يعني وده تشوفين هاي الطارئين والطارئات يدخلون الإعلام ده يأثرون بشكل سلبي، متى تشوفين أنه ده يصير أكو ظلم للمرأة العراقية أو أيضا للإعلامي الرجل، يعني من خلال أيضا أنتم إنجازاتكم ده تشوفون لهم في التأثير سلبي على مهنة الإعلام؟ أكيد هو التأثير السلبي على الإعلام وعلى المتلقي وحتى على مؤسسات الدولة التي لربما تجهل وجود هؤلاء. يعني تعرف أنت موظف الإعلام بالمؤسسة الحكومية لربما يكون منغلق يؤدي مهامه بالبيان الرسمي أو إلى ما شابه ذلك. يعني هذا الشيء مضر جدا لكل الأطراف التي يعني تتلقى الإعلام، سواء كان مكتوب مرئي مسموع سوشيال ميديا إلى غيرها. هذه الانعكاسات سببها لازم تكون توعية مهمة، وكذلك منع هؤلاء من التواجد في المؤتمرات المهمة وحتى تواجدهم كمؤسسة. يعني هذا دور يقع على عاتق هيئة الإعلام والاتصالات وكذلك نقابة الصحفيين العراقيين. أنا غطيت في كثير من أماكن سواء في داخل بلدي العراق كوني أعمل بمؤسسة دولية الشرق وذ بلومبرغ التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام. في كل المؤتمرات التي غطيتها سواء كانت في منطقة الخليج العربي، أفريقيا، بلاد الشام، آخرها في سوريا في الزلزال الذي حصل في شهر شباط فبراير الماضي، لم أجد يعني طارئين في هذه المناطق، خاصة يعني مناطق تواجد ثقل الإعلام العالمي. بالعراق القوة يعني عدم إدارة المؤسسات الإعلامية بشكل صحيح، تسييسها هو ما أدى إلى ظهور هؤلاء الطارئين والطارئات الذين للأسف يأخذون بالانتشار على حساب المهنيين، فمحاربتهم وتقنين وجودهم وصولا إلى إنهائه هي من خلال هيئة الإعلام والاتصالات، يجهة رقابية قطاعية مسؤولة على قطاع الإعلام وأيضا من نقابة الصحفيين. شنو السبب برأيك احنا فقط اللي عندنا دخول الطارئين والطارئات؟ دكتورة نبراس قبرتش كانت تتكلم ويانا استضافيناها أيضا من خلال الاتصال، قالت انه السبب هم رؤساء المحطات الفضائية او الوسائل الإعلامية، انه ما عندهم ضوابط او معايير التقديم لهذه يعني لهذه الطارئين او الطارئات، اكثرهم يعني احنا حسب ما يعني تعليقات الناس انه اكثرهم على الشكل وعلى عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. انت شنو رايك بهذا الموضوع؟ انا رايي مع راي اللي سبقوني، صحيح هناك ناس تعتمد على السوشيال ميديا كتقييم لانسان محتوى قد يكون اجوف، يعني للاسف هنالك تفاعل مع المحتويات الفارغه وهذا شيء خاطئ يعني ومؤسف ومضر. الناس تنجرف وراء المحتويات الهابطة. طبعا إحنا من خلال هذا البرنامج اللي يبث عبر أثير إذاعتكم المحترمة، يعني إحنا نوجه الشكر لوزارة الداخلية العراقية ممثلة بدائرة الإعلام والعلاقات التي سعت جاهدة
أن تقنن من مستوى المحتوى الهابط. نرى أن هنالك الناس صارت عندهم ثقافة بعدم متابعة هؤلاء الطارئين. أيضا تداخل الصلاحيات في المؤسسات الحكومية العراقية خاصة الهيئات الغير مرتبطة بوزارة المعنية بمسألة الإعلام هي الأخرى تتحمل هذه المسؤولية. لابد تكون هنالك لائحة ضوابط تحد من وجود هؤلاء. يعني نرى هنالك الكثير من الانتهاكات والخروقات في مسائل النشر وتداول الفيديوهات وإلى آخره، أيضا حتى تداول المعلومات المضللة. هذا يؤثر على المواطن. الناس اليوم تبحث عن المعلومة الحقيقية، تبحث عن الإعلام الحقيقي. نحن أمام انفجار تكنولوجي هائل اليوم، الذكاء الاصطناعي، منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الكل إعلاني. لازم تكون عندنا ضوابط ومحددات، لازم أن يكون الإعلام بيد الدولة، هي من تديره، هي من تضع الرقابة، من تضع الغرامات. هؤلاء من يصطدمون بقوانين ولوائح لا نجدهم، لأنهم ناس يشتغلون خارج القانون. نتمنى من خلال برنامجنا أنه هذه الحالة يتم معالجتها، وهذه المشكلة يتم معالجتها من قبل الجهات الرقابية، هيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين العراقيين، ويعني تكون معايير واضحة ومعايير يعني تخضع المتقدم أو المتقدمة لمعايير وضوابط من خلال الشهادة والخبرة والمقابلات. أيضا كل هذه يعني شروط لابد أن تكون موجودة من خلال تقديمهم. شكرا إليك منت الله ظاهر، مراسلة قناة الشرق الإخبارية في العراق، على مداخلتك بهذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا عزيزي، شكرا، مع السلامة. طبعا في ختام حلقتنا، موضوع حلقتنا لهذه اليوم كان عن دخول الطارئين والطارئات إلى مجال الإعلام وتأثيرهم بشكل سلبي. يعني في نهاية هذه الحلقة أكيد احنا نضم صوتنا إلى صوت الدكتورة نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات، وأيضا منة الله ظاهر، مراسلة قناة الشرق الإخبارية في العراق. نضم صوتنا إلى صوتهم في نطالب الجهات الرقابية متمثلة بهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين، وأيضا لجنة الإعلام النيابية في مجلس النواب، إنه يخلون يعني في الضوابط حقيقية ومهنية وعادلة لمهنة الإعلام وللمتقدمين إلى مهنة الإعلام، لكي نقضي على هذه الظاهرة السلبية، ظاهرة دخول الطارئين والطارئات إلى المجال الإعلامي. أكيد نلتقيكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم، برنامج المشترك والناس، يوم الأربعاء القادم الساعة 2 بعد الظهر. نلتقيكم إن شاء الله. مع السلامة.